حان وقت الطعام. لا أريد أن آكل، من الأفضل أن أنكش أنفي. أبي، ما هذا؟ إنها عصيدة لذيذة جداً، صحيح من الأفضل عدم شمها. ربما لا يجب أن تؤكل. إنها ضرورية، طيارة العصيدة تطير إلى فمك. أندي، ألا تسمح لها بالدخول؟ حسناً، لدي فكرة، ربما تريد بعض الشوكولاتة. هيا افتح فمك. كيت كات، بابا لقد خدعتني، لا تشبه الشوكولاتة، فويا لها من عصيدة سيئة، أنا أكرهها. لقد زادت شهيتك، أنت بالتأكيد تريد المزيد. تباً، شيئاً ما حدث بشكل خاطئ. لدي ملعقة عالقة في فمي. لا تقلق يا أندي، لا تتحرك، بابا سوف يصلح كل شيء. الشيء الرئيسي هو عدم الخوف، دعني أحضر الملعقة. لقد نجحت. كان ذلك عظيماً يا أبي، أنت بطلي. من الجيد أن أمك لم ترى أي شيء. بالتأكيد. أمي، هل رأيت المقاس؟ أنا بحاجة ماسة إليه. وجدته، أريد أن أقطع العلامة عن سترتي الجديدة. بسرعة جيس، الفطور يزداد برودة. أنا فقط أريد ثانية واحدة، هذا كل شيء، قطعت العلامة، الآن يمكنني تجديد نشاطي وطاقتي. هذه السترة الجديدة تناسبك حقاً، هيا أجلسي الآن. ساتيرتي المفضلة روعة، أنا أحب زبدة الفول السوداني. يا لها من لذاذة. أمي، أنت تعرفين كيف تدللينني، شكراً. لقد اتسخت يداي، أحتاج إلى تجفيفها. لا، لقد دمرت سترتي الجديدة، ماذا أفعل الآن؟ جيس، ماذا حدث؟ لقد استدرت بعيداً لمدة ثانية واحدة. حسناً، لا تقلقي حبيبتي، سنفكر في شيء ما، لدي بالفعل فكرة. لا تبكي، الآن سنقوم بترتيب سترتك. لنحضر الجينز القديم الخاص بأبيك، آمل ألا يلاحظ. ماذا ستفعلين يا أمي؟ اخلعي سترتك، سترين. ها هي. سأقطع رقعة جميلة على شكل قلب وأخيطها في المكان الذي لا يمكن إصلاحه. هكذا، سأخذ خيوطاً مشرقة للتأكد من التباين في الألوان. جاهزة، انظري كم هي جميلة، يمكنك تجربها. شكراً جزيلاً، تبدو أفضل من ذي قبل، سترتي وكأنها جديدة. أمي، أنت الأفضل، دعني أعانقك. أفعل كل شيء من أجلك طفلتي، أتمنى لك نهاراً سعيداً. كل ما علي فعله هو معرفة كيفية شرح كل ذلك لأبيها، أخشى أنه لن يكون سعيداً. بنت علي جينز، كنت أبحث عنه طوال الصباح. سأشرح له كل شيء لاحقاً. والآن يمكنكم رؤية هذا الرسم البياني. عمل عظيم، واضح جداً. اسمحوا لي أن أبرز لكم بعض النقاط الأكثر أهمية. ما هذا؟ حفرة على شكل قلب؟ صديقي، يمكنك تغيير ملابسك. أنا لا أفهم ماذا تقصد. لا، يا له من كابوس. ها، يبدو لطيفا حقا. هذا كابوس رهيب، كيف يمكن أن يحدث؟ أنا بحاجة ماسة إلى العودة إلى المنزل. أنا أعشق البوب إيت، يمكنني الضغط على الأزرار إلى ما لا نهاية. برنامجي التلفزيوني المفضل، إنه مضحك جدا. كوينتين، هل تشاهد؟ كوينتين، لماذا أنت صامت؟ أمي، أنا مشغول. يا له من كابوس، ابني فقد عقله. البوب إيت رائع. يبدو أن دماغه قد تعرض بالفعل لأضرار كافية. عزيزي، هل تريد لعب الشطرنج؟ لا أريد أن ألعب الشطرنج. حسناً، لم أنجح، سأجرب شيئاً آخر. هنا، سوف يحب هذه اللعبة. إصبعي، كم هذا مؤلم، لكنها ما تزال لعبة جيدة. هل تريد اللعب يا كوينتين؟ هيا، سيكون ممتعاً. سبق أن قلت لا. هل سيعمل مكعب روبيك؟ هذه اللعبة رائعة لتنمية الدماغ. كوينتين، انظر. أمي، قلت 100 مرة أنني بحاجة فقط إلى البوب إيت. بوب إيت، حسناً، يمكننا ترتيب ذلك. لدى مامي فكرة رائعة. كوينتين، أنا متأكدة أنك ستحبها. أمي، أعطيني البوب إيت الخاصة بي.
آسفة، أحتاجها لشيء مهم، ومع ذلك سأصنع لعبة تعليمية ستعجبك بالتأكيد. انظر إلى هذه الأزرار الرائعة. واو، تبدو رائعة حقاً. حسناً، البوب إيت المتطور جاهز، استمتع. لطيف، أنا أحبها، إنها إدماني الجديد. أنا سعيدة لأننا وجدنا الطريقة. شكراً يا أمي. أنا أعشق هذه المثلجات، إنها لذيذة جداً. أنا جاهزة لأكلها من الصباح إلى المساء، منعشة للغاية. وإنها تشبه المصاصات لكنها أكبر بكثير. آه، بدأ الجليد في الذوبان، يلها من بركة. نحتاج إلى مسحها، سأحضر بعض المناديل. إنهم في مكان قريب، وجدتهم. ماذا تفعلين يا أمي؟ أنا أمسح الطاولة، ألم تري كيف كانت؟ الآن كل شيء نظيف. شكراً يا أمي، انظري كم بقي من الآيس كريم. صحيح، لقد تم تسخينه قليلاً ولم يعد بارداً جداً، لكنني ما زلت أحبه، سوف أكله حتى النهاية، وبعد ذلك سأشتري المزيد. رهيب، الطاولة متسخة مرة أخرى. جيس، هل يمكنك أن تأكلي بعناية أكبر؟ حسناً، أنا بحاجة إلى جمع قوتي. الآن سأنظف كل شيء، سأحتاج إلى مناديل مرة أخرى، الكثير من المناديل. هكذا؟ انتهيت، قمت بمسحهم. الحمد لله، الطاولة نظيفة مرة أخرى. أتمنى ألا يحدث ذلك مجدداً. كما أنا متعبة، يدي لا تتحرك. آه، يا له من كأس ورقي مريح، أعتقد أنه سيكون مفيد جداً. بالضبط، أعرف كيف أستخدمه. أنا متأكدة من أن كل أم سترغب في تكرار هذه الحيلة اليومية. أعطني الآيس كريم. لا تقلقي يا جيس، انتظري، ها هو. كم يبدو رائعاً، أمي أنت عبقرية حقيقية. الآن لا شيء يسقط على الطاولة ولا يزال لذيذاً. عظيم، أخيراً يمكنني الراحة. مرحباً يا جيس. مرحباً أبي، نهار سعيد. أريد أن أشرب. لماذا هذه المياه لا تتدفق؟ زر غبي، لا أستطيع الضغط عليه. ماذا لو حاولت بكلتا يدي؟ أعتقد أن هذا سيعمل بالتأكيد. هيا، أوه، بعض القوة. سأضغط بشكل أقوى، والآن سأستخدم قدمي. يجب علي أن أفعلها. أكثر قليلاً. أخيراً بدأ الماء بالانسكاب. فعلتها، الآن يمكنني أن أفتخر بنفسي. حسناً، هذا يكفي بالنسبة لي. مهلاً، لماذا لا يتوقف؟ كيف أوقفه؟ ساعدوني، لا أستطيع فعل أي شيء، لدينا فيضان. جيس، اصمتي، والدك مشغول. أوه، ما هذا بحق الجحيم؟ ماذا يجري؟ أنا أركض إليك، انتظري. أبي، هذا ليس خطأي، أردت فقط أن أشرب. لا تقلقي، سأوقفه الآن. لا شيء يعمل. انتهى الأمر، كان فقط علي أن أخلع هذا الشيء. يبدو أن شاربي مبلل تماماً، هكذا أفضل. لن توبخني يا أبي، أليس كذلك؟ كل ما أحتاجه هو كوب من المياه. لا تبكي يا جيس، سنفكر في شيء الآن. انظري إلى ما لدي. يا له من مبرد لطيف، أنا حقاً أحبه. أمسكي، الآن هو لك، يمكنك استخدامه. انظري إلى هذه الأكواب هنا. شكراً، سوف أجرب ملئه بالماء. نجحت، هذا سهل للغاية، لست مضطرة لبذل أي جهد. حسناً، الزجاجة ممتلئة تقريباً. ربما سأشاركك وأشرب الماء أيضاً. نحن فريق حقيقي، مذهل. حسناً، الآن بالتأكيد لن تواجهي أي مشاكل. سأخذها معي. إلى اللقاء. أوه، بحاجة إلى التنظيف بشكل عاجل، أو ربما يجف من تلقاء نفسه. أخيراً استراحة، أسرعي وافتحي المأكولات جيس. دعونا نرى ماذا وضعت لي أمي. برتقالة مقرفة. آه، لوحة شوكولاتة، أمر مختلف تماماً. لدي تويكس. ولدي كيت كات، طعمها أفضل. لكن لدي قطعتين في وقت واحد وأنت لديك واحدة. انظر إلى هذا الكراميل. المهم، الشوكولاتة هي أفضل شيء في العالم. بداية جيدة للوجبة، فلنكمل. انظري إلى ما لدي، إنها مصاصة. ليس
سيئا، ماذا لدي؟ لعبة كيندر، إنها غير صالحة للأكل. يمكنك مشاهدتي وأنا أستمتع بالمصاصة. انظري ولا تختنقي باللعاب. كيف يفتح؟ أخيرا نجحت. كم هو جميل، ممتاز. يا لها من علبة ضيقة، لكنني فتحتها على أي حال. ماذا لدينا هنا؟ أوه، مصاصة بالفراولة، أحبها، رائع. يبقى فقط فتحها. جاهزة، حان وقت تجديد الطاقة. لذيذة. أوه، الجرس. حان الوقت، لقد سئمت من الجلوس. هيا بنا الجلس. أنا في طريقي، لا تحاول الاختباء يا زاك. حان وقت العودة إلى أماكننا. لم ننتهي من مصاصتنا. من الجيد أن يكون لدي علبة للمصاصة، بفضلها هي جيدة كالجديدة. انظر يا زاك، ليس لديك منها. لذيذة. كيف يمكن أن يكون ممكناً؟ مصاصتي عالقة في العلبة. أوه، أنا أسقط، ساعدوني. كم أنت أخرق يا زاك. إنه فقط حادث، حاولت إزالة المصاصة. أوه لا، إنها مغطاة بالتراب والشعر. لا أستطيع وضعها في فمي، فقط مقرف. حسناً، الآن يجب عليك التخلص من المصاصة. أنا سعيدة لأن أمي صنعت لي هذه العبوة من أجلي. أعتقد أن هذه الحيلة ستجعل حياة فتاتي أسهل. سأضع المصاصة هنا. ها هي جاهزة. الآن سأضعها في صندوق الغذاء الخاص بها. جيد، جيس، هذا لك. والدتك عبقرية حقيقية. في المرة القادمة سأطلب من أمي أن تصنع لي نفس الشيء. آباؤنا هم مخزن حقيقي من الحيل الحياتية المفيدة والحب اللامتناهي بالنسبة لنا. دعونا نشكرهم على ذلك. أتمنى أن يكونوا بصحة جيدة وسعداء. أحبوا وقدروا والديكم.